في بعض الأحيان، وإحنا غادي نحسنوا بهم الظن، يخطئ بعض الناس وهم يزهدون الناس في الحفظ. الله يجازيكم بخير. راح إحنا لسنا مجبرين على الاختيار ما بين إما الحفظ أو التدبر. ما الذي يمنعك من أن تجمع بين الحسنيين؟ لا تزهد الناس في حفظ القرآن الكريم. إياكم أن تزهدوا الناس في حفظ القرآن الكريم بحجة أنكم تدعونهم إلى التدبر والعمل. دع الناس تحفظ القرآن الكريم وأمرهم بالتدبر والعمل. الصحابة من اللي كانوا يأخذون عند النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات كما أثر عن جمع منهم، ولا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بما علموا، فأوتوا بذلك العلم والعمل معا. هذه فيما يتعلق بمنهجية تغيير نفسك بالقرآن. أما قضية الحفظ، إن استطعت أن تحفظ القرآن في أسرع فرصة احفظه في أسرع فرصة. إذا قدرت تحفظ القرآن في 2 سنين حفظه في 2 سنين، قدرت تحفظه في 5 سنوات حفظه في 5 سنوات، قدرت تحفظه في سنة حفظه في سنة، لا إشكال، هذا لا يتعارض مع هذا. لكن لا تزهد الناس في حفظ القرآن الكريم. فقط وجب علينا أن ندعو إلى العمل به من خلال الخطوة الأولى التي هي خطوة التدرج، شوية بشوية في العمل بالقرآن الكريم. كتقرأ القرآن الكريم، عندك الورد ديالك اليومي، قدر يكون جوج الأحزاب، قدر يكون عند الحفاظ مثلاً راه كاين اللي عنده 5 أجزاء، يعني 10 الأحزاب في النهار، كيبقى غادي السبت 10، الحد 10، 12، 13، 14، 15، عنده 6 أيام 60 حزب تيختمها، والجمعة راه كيكون عنده فيها السنن التي يقوم بها بالنسبة للجمعة، وتيعاود عاوتاني. الختمة ديالو هذه السلكة ديالو خصو يبقى يعاود فيها، لأنه هذا من الحفاظ. الحفاظ هادو باش كتعرفهم؟ الحفاظ كتعرفهم بالليل، حيث يخلو كل حبيب بحبيبه، حيث يستشعرون قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الحفاظ هم الذين يستشعرون قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف منازل الأشعريين التي نزلوا بها مناش من القرآن الذي يقرؤونه بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم التي نزلوا بها بالنهار. كيجيو الأشعريين من اليمن وتيسكنوا في المدينة في بعض المساكن، وما تعرفش فلان فين سكن وفلان فين سكن وفلان فين سكن، ما شافهمش بالنهار فين الديور اللي يدخلوا لهم، لكن بالليل عندما يتفقدوا أحوال المدينة صلى الله عليه وسلم ثروت الأخير من الليل، كيقول لك هنا رجل من الأشعريين من اليمن، باش عرفتيه يا رسول الله؟ يقوم الليل بالقرآن الكريم. هذا الحفاظ. أنا كندوي على عموم الناس، كتقرأ الورد ديالك فيه ربما جل الأحزاب، في حزب، في نصف حزب، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ممكنش واحد ما عمره ما قرأ القرآن ونلزمه بجزء في اليوم، شوية بشوية شوية بشوية. معدل ديال القراءة أصلا إحنا عندنا متدني، فما جوش نركعوا عليهم إحنا في القرآن الكريم. إلا قدرنا نتفو من دري ما عمره ما قرأ، إلا قدرنا نجبدوا منه غير جزء صفحات في النهار، راه رباح. من اللي غادي يحلى القرآن على لسانه في القلب دياله هو سيطلب الزيادة. من اللي غتقرأ الورد ديالك لا بد أن تجد قلبك قد تحرك عند آية أو آيتين. ما يمكنش ضروري تقرأ الورد ديالك القلب ديالك غيمشي ويجي عند واحد الآية، هذيك الآية عقل عليها. من اللي تسالي الورد ديالك رجع لها، عودها عودها، كررها، ثم اذهب إلى تفسير ميسر. إذا ما فهمتيش المعنى ديالها اذهب إلى تفسير ميسر، شوف المعنى ديالها، ثم اجعل تلك الآية، هذه الآية اللي تحرك فيها القلب، حيث ما تحرك القلب إلا وكأنه يستنجد بتلك الآية. تقول هنا كاين الدواء، ما تفوتهاش، هذه ديالي، هذه أنا كنحس بالضرر هنا، أنا بغيت هذه اللي بغيتها تعتقني. وهذه الآية اجعلها لك شعارا في يومك. هذه الآية هي اللي أنت غادي وكتقرأ فيها في دماغك مع الشا، في قلبك حاضرة، أي حركة كتربطها بهذه الآية ستجد لذلك أثرا بإذن الله عز وجل. هو كالصحابة كانوا يتعاملوا مع القرآن الكريم.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.